الأنشوجة، هنعمل مكرونة مع صوص الأنشوجة. تعالوا نشوف هعملها ازاي. المقادير عندي، هجيب المكرونة السباجيتي وهتكون مسلوقة، معايا التوم المفروم، التوم الصحيح، بقدونس، زيت زيتون، زبدة، ليمون، وأربع أنشوجات مفرومين بقسماط البانكو. ممكن أجيب عيش وحمصه وبعد كده أفرمه بالمنظر ده. جبنة بارميجان والفلفل الناشف. تعالوا نشوف الفلفل الناشف عاملينه بطريقة لذيذة جدا. بصوا الجمال بقى أهو كده بيطلع حلو جدا جدا. تعالوا نشوف أول حاجة هنعملها هتكون إيه. عندي الصوص عايزة أعمله بطريقة لذيذة. الأول هجيب هنا الزبدة، هحط زبدة وشوية من الزيت كده، وهجيب البانكو بتاعي أو كده، وإيه هحطه بالشكل ده كده، ياخد شوية من الزبدة اهو. بصوا الجمال، الله 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 اهو، بس ياخد تحميرة بسيطة. وايه هقوم نطلعه نحطه كده مع الخضرة ونقلبها. يا سلام على الطعم الجميل. يلا وهحطه هنا كده، جميل قوي. وهجيب نفس الطاسة بتاعتي او الووك يعني، وهحط الزبدة كده يلا تسيح كده. وهجيب بقى التوم الشرايح وهيتحط. بصوا جماله. هجيب الانشوجة، الله الله الله، بصوا بقى كده الجمال، والخضرة بتاعتي الحلوة. هنجيب الليمون، يلا بينا. وايه على طول نعصره، نقلب بقى، وتاخد الايه الشوية الجميلة. عايزة اقول لكم صوص لذيذ جدا جدا جدا، مختلف قوي. او شوية زيت الزيتون، وهجيب الشطة اهو الفليكس، هحط برضو شوية على الوش كده. التوم المفروم انا ممكن ما استخدموش خالص علشان انا استبدلته بالتوم الصحيح، عملت بيه نكهة جميلة جدا. بصوا بقى جمال الانشوجة هتخش خالص في الصوص الخليط ده. وهاجي انزل المكرونة بقى بتاعتي كده اهو بالمنظر ده اهو. يلا بينا. وايه هنقلبها. بصوا بقى تاخد الطعم الجميل كله كده، مكرونة بالأنشوجة بطريقة سهلة وبسيطة. ومش عايزة أقول لكم الطعم بيكون قد إيه حلو ومختلف جدا جدا. وهحط عليها رشة الفلفل بتاعي، والملح هسيبه حسب اللي يحب، لأن الأنشوجة بتبقى حادقة شوية كده. جمال المكرونة. وهحط معاها بقى الجبنة البارميجان وتتقلب. وهجيب كمان اللي هو الفانكو بتاعي كده اهو، وبيتحط معاها. مش عايزة اقول لكم بيطلع حلو قد ايه، مختلفة جديدة. تعالوا نعمل حاجات متنوعة مع بعض. عملنا ايه؟ عملنا المكرونة بالانشوجة بطريقة لذيذة جدا. الاول شوحتها مع التوم الصحيح المتقطع قطع اهو،
وبعد كده معاها بقى طبعا الخضرة الجميلة والزبدة وزيت الزيتون. تعالوا بقى نقدمها في طبقنا الحلو. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.